درت العملية تقطع لي المسرار الغليظ، ومني كنخدم كنهز الثقول. انا عندي البيرمي نقدر نخدم شي فور مثلا بحالك، ولكن باش نخدم نهز الثقول ونبقى نتحرك راه متقطع لي المسرار الغليظ. بالضريب ديال الرجل راه متقطع لي المسران. كنت كنشفر؟ لا، انا كنت كنخدم بالعكس. تما كنت كنمشي لبلجيكا البوطوار ديال الدجاج في المانيا. متابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم. اليوم ودائما في إطار تتبع ديال الحالات الإنسانية والاجتماعية، معنا الأخ طارق اللي فات داز معنا في اون فيديو شرح لنا على المعاناة ديالو طيلة 8 سنوات اللي دوزها خارج الوطن في الغربة وبوضعية غير قانونية. اليوم جا باش يكمل لنا القصة ديالته ويعاود يوضح بعض النقط اللي الناس طلبوها منه في لي كومونتير، وغادي نخليكم هو يعاود لنا أكثر ويوضح لنا. انا اول حاجه كنشكر دوك الناس اللي دعموني نفسانيا ومعنويا وماديا، واللي بغيت نقول لكم هو شكرا بزاف والله الا دعمتوني وفرحتوني. اقسم بالله يعني غير ديك النهار اللي هضرتوا معايا، يعني كنت شويه مكتئب وكنت ناعس في ديك اللحظه، واللحظه اللي بغيت نهضر معاكم يعني الوالده جات فيقاتني ودرت فيديو ولحشوا لكم. وانا لحد الان اخوتي مازال كنتسنى الدعم ديالكم بالمشاهدات باش تعاونوا معايا لحقاش. اسمح لي اخ طارق، انت اليوم كيف ما فهمنا ان تفاعلوا معك الناس، تعاطفوا معك، عيطوا لك، كيف ما شرحتي لي قلتي لي الدعم النفسي كان حافز خلاك، لانك انت دابا كتبع عند طبيبه نفسانيه وعاونوك نفسيا، يعني ولو غير بالمكالمات وهضره زوينه حسيتي تحسن شويه. تحسنت بزاف الحمد لله. والله الا تحسنت بزاف الحمد لله، وبالاخص مني تفعلت لي حتى القناه، واخا شويه المشاهده قليله مي الحمد لله. انا اللي دعمني كثر هو دوك المكالمات اللي كيتصلوا بيا الناس كيقول لي يا طارق حنا معاك، حنا نوقفوا معاك، حنا معاك في الضراء وفي السراء. هذوك راه الحمد لله، هادشي هو اللي معروف على حنا المغاربه. بغيت غير باش نشوف الموضوع اكثر نتعمقوا شويه، انت كيف فهمت انك في المحتوى ديالك كدير الاغاني ديال الراب، يعني ديك المعاناه ديالك اللي عشتيها واللي كتحس بها كتحاول ترجمها في اغاني ديال الراب، هذا هو اللي جميل في الامر. بصح انا ديك دابا المعاناه اللي كنعيش أمي خدامة في الحمام ومحملة عليا المسؤولية، هي اللي كتخلص عليا الطبيبة، وأنا ما نقدرش نخدم لحقاش. مني درت العملية تقطع عليا المسرار الغليظ، ومني كنخدم كنهز الثقول. أنا عندي البيرمي نقدر نخدم شي فور مثلا بحالك، ولكن باش نخدم نهز الثقول ونبقى نتحرك راه متقطع عليا المسرار الغليظ. ولا جيت نمشي عاوتاني لعند الطبيب دابا حاليا ندير عنده التلفازة راه غيلقى عندي الفضق حاليا. اقسم بالله خوتي انا محتاج للدعم ديالكم حقيقي، يعني ماشي كنكذب عليكم وهادشي. انا حاليا محتاج نمشي لعند طبيب، ولكن ما لقيتش اللي وقف معايا. انا فهمنا خصك انت مشاهدات الناس يدخلوا يشوفوا لي فيديو ديالك، ولكن خصك توعدهم بانك انت غدير محتوى زوين، غدير شي حاجه اللي في المستوى اغاني راب ولا الكتابات ديالك. انا كل لقيت دابا عندي كل لقيت شي واحد يعاوني زعما باش ندير فيديوهات. انا عندي شان الابداع ديالي، يعني نقدر ندير فيديوهات. شريت ميكروفون، شريت كارت الصو، ولكن ما لقيتش شي واحد اللي ميكسي لي الاغاني ويصايب معايا فيديوهات، هذا هو المشكل. الحمد لله بشويه حتى حاجه ما كتجي في خطره. باش نشرح للمشاهدين اللي ربما اللي ما شافوش الفيديو ديالك السابق، انت تعرضتي لاغريسيون او جو جوج ضربوك شفاره؟ ماشي جوج، كانوا بزاف، شي سته ولا سبعه تقريبا في فرنسا في بورت لافيل.
يعني انا كنت غادي كنت مشى حتى جا واحد مل وضربني بكابال، يعني انا ما يعني كل شفت شم القدام ولا شي حاجه غادي نهرب. جا مل وضربني دا لي التليفون وبقاو كيشدفوا عليا كضربوا فيا وهربوا خلوني مليوح في الزنقه. شرقوا لك الكرش ديالك قلتي لي؟ لا ماشي شرقوا لي، بقاو كيضربوا فيا برجليهم والمسرال تقطع لي الداخل في كرشي. وجات لامبيلونس زاتني باش عرفوا مقطع لي المسران بالتلفازه، داروا لي الراديو ديال التلفازه. يعني بالضرب ديال الرجل ديالهم؟ اه بالضرب ديال الرجل، بالضرب ديال الرجل ديالهم تقطع لي المسران. ومني دخلوني للغرفه ديال العمليات الانعاش انا بوحدي اللي كنغوت كاع. يعني فتحتي درتي عمليه جراحيه باش؟ اه داروا لي عمليه. تقريبا دخلت مع الخمسة ونص ديال العشيه، اللي عاقل مع الخمسة ونص استضربت ما فقت حتى الغد لي مع ديك 3 ونص ديال العشيه. مني الطبيبه فقت كنت مديره واحد الخاتم في يديا، قالت لي مد لي هذا بغيته. ومني خرجت من السبيطار عطاتني ورقه بيضاء بحال الفوتوكوبي مكشوف فيها بلي انا واقع ليا وكاين اغريسيو ومنقع ليا الشفاره. ولكن مني مشيت للسكنه ديالي الاصليه اللي عطاوني هما بعثت ليا ورقه خضراء مكشوف فيها بلي لقات ليا شي حاجه بحال الحديده في كرشي. والطبيبه سميتها جليل الذهبيه راه فرنسا، في فرنسا غتكتبوا جليل الذهبيه في جوجل ضروري غطلع لكم، كتشبو حتى الفيسبوك ديالها جليل الذهبيه معروفه انترناسيونال. الطبيبه يعني طبيبه انترناسيونال ماشي طبيبه قديمه ولا، يعني انترناسيونال. شنو تبغي تجاوب الناس تقول لهم على هاد الحديث اللي كان وقع لك في فرنسا؟ قالوا ربما انت كنتي داخل مع شي عصابات ولا شي حاجه باش وقع لك هاد لاغريسيون، هادي غير تعرضتي للسرقه وجات الدقه بحال؟ لا انا ما كنت لا مع عصابات لا والو. انا في ديك اللحظه كاع اللي كنت في فرنسا كنت عايش في المانيا، وكنت مود على طريق فرنسا كنت باغي نمشي لاسبانيا تما، كنت باغي نصايب الاوراق حسنايا عايش ما عايش في المانيا بقاش مريح فيها ما صايبش فيها الاوراق. ودخلت على هولندا، ومن هولندا دخلت لبلجيكا، وعلى بلجيكا طلعت باش ندخل لفرنسا، ومن فرنسا قلت زعما ندخل نطلع لمارساي، ومن مارساي ندخل اسبانيا. الساعه كشاب عليا المكشاب. اما باش كنت كنشفار؟ لا انا كنت كنخدم بالعكس تما، كنت كنمشي لبلجيكا البوطوار ديال الدجاج في المانيا كيعطيونا 350 اورو الا بغينا الماكله تماك. الا بغى زعما واحد احتاج ماكله كاينين جمعيات كيعطيوك الماكله، كاينين جمعيات كتعاونوا معاك. طارق راه ما كاين حتى شي واحد كيموت من الجوع، ما حدك النفس كطلع وكتنزل في الانسان الا والرزق ديالها كاين. يعني اللي فهمنا انك انت دوزتي 8 سنين في الغربه، 5 سنين في المانيا، وربع سنين او 3 سنين ما بين فرنسا بلجيكا هولندا، وكنتي باغي تحاول تعاود كتجرب حدك كل مره تجرب حدك في بلاصه، لان صعيب ما عندك لا عائله لا حتى شي واحد تما كاينه. صعيب الا كنتي انت كاع في البلاد ديالك وما عندكش غير لاكارت ناسيونال راه صعيب، راه خاصك الاوراق الثبوتيه، فلعساك تكون انت في بلد ماشي بلادك. يعني شنو تبغي تقول للناس او الشباب اللي كيفكروا اليوم في الهجره الغير شرعيه؟ حنا ماشي ضد الهجره، ممكن انك تهاجر ولكن بطريقه قانونيه. شنو تبغي تقول للناس اليوم اللي كيهاجروا بطريقه غير شرعيه؟ نصيحة ديالك لان 8 سنين ضاعت لك من حياتك مشات هكا. انا اللي بغي نقول للناس على الهجره ماشي ما يهاجرش، اللي بغى يهاجر يهاجر. الا كان غيمشي يهاجر بالوراق فيزا غيمشي بكونترا غيخدم يهاجر، ولكن اللي غيمشي يهاجر حارق سري ما عنده حتى ورقه راه ما القانون ديال اوروبا كله ضده، ما حدك انت حراق في اوروبا القانون ضدك. يعني الا مشيتي عندك الاوراق وعندك القوانين ديالك راه غتقدر تعيش، اما الا مشيتي حراق راه غتعذب بزاف غتنعس في الزنقه، الناس ما غتقدرش تدخلك للدار. الا تعاون معاك شي واحد غيمد لك 10 اورو ولا 20 اورو وكاع الماكسيموم 50 اورو، ولكن باش يديك يدخلك للدار ويتعاون معاك ويسكنك راه. حنا كنسمعوا كاع قصص، ربما كاينين الناس عندهم عائلات في اوروبا وما كيعتقوهمش ما كيدخلوهمش لا من البرد لا هذا، يعني صعيب. لا ما غيدخلك ما يدخلوش ما بقاش ديك المحنه. اوروبا ولاو فيها اللاجئين بزاف، ماشي ولاو فيها اللاجئين كثروا فيها الناس، ولاو فيها الحراقه بزاف. دابا نارت الحرب في سوريا في العراق افغانستان ايران اريتريا الصومال، يعني راه ماشي شمال افريقيا اللي كيحرقوا، راه العالم اللي كيحرق. دابا اوروبا كاينين اللاجئين في الوضعيه ديال يعني
يعني سوريا كيف ما قلتي كاين الحروب الاهليه في بزاف الدول، هذوك ربما كيقدروا يدوزوا عن طريق اللجوء، ولكن بالنسبه للناس كيف ما شرحتي لينا باللي الناس ديال سورتو شمال افريقيا المغرب الجزائر تونس كيتعرضوا لواحد النوع ديال العنصريه. العنصريه كنتعرضوا للعنصريه، كيقول لكم كيقولوا لينا حنا ما عندناش الحرب، حنا ما عندنا والو، حنا بلادنا زوينه لازم نرجعوا ليها، ما كيعطيوناش الحق في الخدمه. كنقولوا لهم والو حنا ما عندناش الحق في اللجوء، عطيونا الحق في الخدمه، حنا جينا بغينا نخدم. خويا طارق اسمح لي، الا غادي نمشي انا واحد البلاد بطريقه غير قانونيه، فكنشوف انني لو ما نجلس في بلادي كيف الخدمه تما كيف الخدمه هنايا، نقلب على راسي هنايا. وربما انت دابا فهمتي تعلمتي. غير دابا كاين واحد المثال، دابا تماك الصالير طالع شويه عاوتاني على المغرب باش ما تنساش دابا، ولكن راه الظروف المعيشيه حتى هي راه طالعه شويه. واخا طالعه شويه تما كوميم يعني السوسيال، الا جيتي تشوف غير الصحه مثلا، الا بغا شي دواء غتمشي للصيدليه غتاخذيه فابور. الا مثلا دابا تما انا كنتبع مثلا مع طبيبه نفسانيه غنمشي عندها فابور ما غنخلصهاش. دابا انا هنايا في المغرب متبع مع طبيبه نفسانيه ام خدامه في الحمام وانا ما خدامش. كتحس باش كتحس دابا الام ديالك انت شحال عندك من سنه 28 29 سنه؟ كنحس بالحقره، كنحس بالظلم. يعني الام ديالك هذه كنحس بالحقره في بلادي وكنحس بالظلم. كنتمنى من خوتي المغاربه يدخلوا عند القناه ديالي يدعموني باش يولي عندي منا واحد المدخول. وانا خوتي ماشي كنتمنى الشر، كنتمنى نكون واحد الانسان صالح. انا داكشي اللي الحمد لله دوزت في صغري صافي، الله يهدينا. انا هداني الله، دابا انا حاليا وليت كنفكر في المستقبل ديالي، يعني ما كاينش شي حل هو هاد القناه تفاعل ليا ان شاء الله. اخ طارق انا يا الناس كنظن انهم فهموا الرساله ديالك وفهموا بان العقل ديال الصغور والعقل ديال الطيش في المراهقه هو اللي خلاك تحرق وضيعتي 8 سنين من حياتك في الاخر، رجعتي خالي الوفاض، انت اللي طلبتيهم كاع باش يرجعوك من برا باش تدخل المغرب. احنا ماشي ضد الهجره، ربما اللي بغى شي واحد يهاجر حسن من الوضعيه ديالو او يهاجر من اجل الدراسه او يهاجر من اجل اي حاجه اخرى ممكن، ولكن بطريقه شرعيه وطريقه قانونيه. كيف ما سمعتوا الاخ طارق مازال محتاج الدعم ديالكم باش يفعل القناه ديالو، محتاج لواحد العدد ديال المشاهدات باش يطلع. هو وعدكم بواحد المحتوى زوين، واحد المحتوى اللي فيه اغاني ديال الراب اللي كتقيس المواطن المغربي البسيط. كنتمنى ان النداء ديالك يوصل للقلوبه ديال المغاربه، وكيف ما خيبوكش المره الاولى ان شاء الله ما غاديش يعاودوا يخيبوك، لان نحن كنعرفوا المغاربه تفاعلوا مع بزاف القضايا والحالات الانسانيه اللي بحالك اخ طارق. كنشكركم على التتبع، كانت معكم مريم فساحي خلف الكاميرا أشرف عوينة. لنا الصورة ولكم التعليق، وإلى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.